حاول المحور الأول يتعلق بأساليب العمل في الحوار الوطني من أجل ضمان حوار هادف وناجح وما تقعش فيه إشكاليات. طرحنا معهم مسألة انطلاق العداد لاحتساب المدة المتبقية للحوار الوطني للانتهاء من تشكيل الحكومة ومن المسار الانتخابي والتأسيسي، وكذلك الشكل اللي بشاقع به معناها التصديق على الحكومة، تعيين رئيس الحكومة والتصديق على الحكومة، وكذلك الآلية لحسم الخلافات اللي قد تنشأ بالتوافق أو بالتصويت، ومعناها وقتاش نلجأ للتصويت إلى آخره. وفما الجانب الثاني اللي طرحناه في المذكرة هذه هو مهام الحكومة. أولا شددنا على أن الحكومة تكون حكومة مستقلة ما تضمش في صفوفها أي عضو من أعضاء الحكومة السابقة. ثانيا أنه يقع تطبيق النقاط الواردة في خريطة الطريق المتعلقة بالتعيينات وبرابطات حماية الثورة ومسألة تحييد المساجد وقضية معناها الإرهاب ومشكلة معناها الملفات الاغتيال والمال السياسي معناها في تونس. والقضية الثالثة اللي حطيناها في المذكرة هذه هي مسألة معناها تجميد العمل بمشروع قانون المالية لسنة 2014 المعد من طرف حكومة علي العريض، على أن الحكومة القادمة هي اللي توضع قانون المالية تأخذ فيه جملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية. طرحنا كل هذه القضايا وجرى فيها اتفاق مع الرباعي، وتقدمت لنا معناها الحوار التي بدأت الآن واللي تنكب الآن على المسار الانتخابي. تعجلنا بالمسار الانتخابي للسماح للمجلس التأسيسي بأنه ينطلق معنا في أشغاله، خصوصا هي قضية القانون المنظم. ما نظرتم في هذه النقطة بالذات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات؟ في هذه النقطة ثم إشكالية، هو نحن بين أحد خيارين، إما أنه نمشي في الاتجاه نتاع قانون تفسيري للقانون المنظم للهيئة أو المحدث للهيئة لسد بتاع المحكمة الإدارية، أو أن نضع قانون جديد. ومازال النقاش جاري في هذا الموضوع، مع أنه نحن في الجبهة الشعبية مع أكثر مع أنه يقع قانون جديد، لأنه القانون التفسيري لا يسد الباب أمام يمكن أنه ما الهيئة يقع الطعن فيه ويسقط معناها في الماء كما يقال. في انتظار مزيد التفاصيل بخصوص هذه النقطة بالذات والتي تخص الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أعتقد أنه وضع من المسارات الثلاثة الحكومية والتأسيسية وأيضا